فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم. مرحبا بكم في عدد جديد من فوكس. اليوم باش نحكيو على موضوع او مرض هو ما يتحكيش عليه برشا في وسائل الاعلام، واحنا توانسه ماناش واعيين بالقلق اللي سبوا العديد من الناس، اللي هو مرض الابطن لا مالادي سيلياك. اليوم باش نحكيو باكثر تفاصيل على عدد المرضى في تونس بالمرض هذايا واهم الاشكاليات اللي يتعرضوا لها. مرض داء الأبطن أو لمالادي سيلياك هي حالة مرضية وراثية تصيب غشاء الأمعاء ناجمة عن التحسس الدائم من مادة الجلوتين الموجودة في عدة أغذية تكون مكوناتها الأساسية القمح أو الشعير أو الخردل. الأشخاص هذوما اللي عندهم الحساسية هذية ما نجموش ياكلوا المقارونة، ما نجموش ياكلوا أنواع العجين الكل وأنواع الخبز المصنوعة من القمح ولا من الشعير، وإذا كلوها تسبب لهم عديد المشاكل وتسبب لهم عديد التعكرات الصحية. أهم المشاكل اللي يواجهوها المرضى بداء الأبطن هو غلاء المواد الغذائية، على خطر يلزموا يأكلوا مواد غذائية معينة. الخبز اللي يأكلوه يلزم يكون مصنوع من القطانية من الذرة، وترتكز حميتهم الغذائية على البعد عن المواد اللي مصنوعة من القمح والشعير. المخابز المتخصصة في الجهات حسب ما صرح به رئيس الجمعية التونسية لمرضى داء الأبطن، اللي هي مخابز تكون مختصة في صنع خبز مصنوع من الذرة، غير موجودة وقليلة. تقريبا المخابز المختصة في بيع المواد الخاصة بمرضى الأبطن المالادي سيلياك موجودة أساسا في تونس العاصمة بنزرت صفاقس وسوسة، يعني في الولايات هذوما فقط، البقية في الولايات الأخرى يضطروا أنهم وحدهم يحاولوا يوفروا المواد هذه، مواد الحمية الخاصة بهم. العديد من المتساكنين في المناطق الداخلية ومختلف الجهات ما تتوفر لهمش المواد هذه كما قلت. بالنسبة لعددهم سنة 2000 تم إحصاء ما يناهز 100 ألف مريض. سنة 2000 تم إحصاء ما يناهز 100 ألف مريض بداء الأبطن، ثلثهم فقط على علم بأصابتهم بالمرض هذايا. يعني منذ 20 سنة أو أكثر من 20 سنة 21 سنة المرضى هذوما 100 ألف. نتصور الرقم في السنة الحالية أكبر بكثير، وما فيمش أرقام رسمية تتحدث عن المرضى هذوما والأرقام هذوما حسب الجمعية التونسية لمرضى الأبطن. عدد متفرقة من المرضى بمختلف الجهات، والصندوق الوطني للتأمين على المرض ما يصنفش مرض الأبطن ضمن الأمراض المزمنة وما يتمش استرجاع مصاريف المواد اللي يقع شرائها، وفما إشكالية في تغطية جميع الجهات بمشاريع لبيع المواد الغذائية الخالية من الجلوتين. هذا حسب ما صرح به رئيس الجمعية التونسية لمرضى الأبطن الدكتور منجي بن حريس رئيس جمعية مرضى الأبطن. نجيو توا للأعراض باش الناس اللي تنجم يكون عندها الإشكال متاع المرض هذايا ومش فاهمة أو مش متفطنة لرواحها، تنجم على قليل نعاونوها إنها تفهم طبيعة الأعراض اللي عندها. من أهم أعراض مرض الأبطن هو الإسهال المزمن، انتفاخ في البطن، الإحساس بتعب وتشنج مع تعطل في النمو أو نقص في الوزن وفقر في الدم وأوجاع في العضلات، نقص كالسيوم العظم واحتمالات كسور وهشاشة غير عادية. ويمكن زيادة تصير أمراض جرثومية نتيجة أنه الشخص يكون يتغذى على المواد اللي مصنوعة من القمح والشعير وهو عنده حساسية منها. علامات المرض في العموم تكون مختلفة، فبعض المرضى ما عندهمش أعراض واضحة مع نقص النمو أو فقر الدم وألم في العضلات في المقابل، يكون عندهم أعراض كيما هذه لكن ما عندهمش ألم، تكون ألم جلية. مرضى آخرين ينجموا يعانيوا من إسهال وقيء مع ضيق بعد كل غذاء يحتوي على مادة الجلوتين. التشخيص يستوجب أخذ عينة من الأمعاء بواسطة المنظار في قسم مختص ويتم تحليلها والكشف حول مدى أو حول وجود المرض هذا والحساسية هذه. في أي عمر يظهر المرض هذا؟ يمكن أن يظهر في أي عمر بعد إدخال مادة الجلوتين في الأكل، نجم يظهر ما بين 4 و 6 أشهر. في أغلب الأحيان يتم تشخيص المرض قبل سنتين من العمر، لكن في بعض الأحيان لا يظهر المرض إلا بعد عمر طويل، وكذلك نجم يظهر في سن الكهولة، فما ناس يظهر عندهم في سن الشباب وفي سن الكهولة، وفي عديد الحالات يمكن أن يكون تشخيص المرض متأخر خاصة عند المرضى اللي ما عندهمش علامات واضحة في جهازهم الهضمي واللي يكونوا يتشكوا من فقر الدم. جيو توا لآخر فقرة اللي هي العلاج. بعد التشخيص التام والدقيق للمرض، الدواء الوحيد الناجع في الوقت الحاضر
هو حمية دون مادة الجلوتين اللي يجب أن تطبق مدى الحياة. مدى الحياة يلزم الشخص ما يأكلش أكل فيه مواد مصنوعة من القمح والشعير، ويفضل أنه الوصفات المتوفرة حاليا تكون مصنوعة من الذرة بالنسبة للخبز ومن مواد أخرى تكون بعيدة في تكوينها عن القمح والشعير. يبقى باش نقولوا أنه الحمية الغذائية وتطبيقها في أول اكتشاف المرض تكون صعبة، خاصة على الأطفال اللي يكونوا متعودين على المواد الغذائية اللي مصنوعة من القمح والشعير، ويكون من الصعب إقناعهم أنهم يكونوا ملتزمين بحمية غذائية مختلفة على أصدقائهم ومختلفة على عائلتهم وأفراد عائلتهم. بالتفاصيل هذه والمعلومات هذه نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من فوكس. نتلقاو إن شاء الله غدوة في موضوع جديد. كانت معكم كالعادة سمية حمدي في الإعداد والتقديم، ومحمد قدح في الإخراج. باي باي. فوكس. فوكس. أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة FM.